لا أحد يا دكتور فيصل يركل قطا ميتا. هذه إلى حد ما وبكل أسف يعني قطط ميتة، من سيركل هذا القط الميت؟ من سيعبأ بهذا القط الميت؟ هؤلاء لا للسيف ولا للضيف ولا لغدرات الزمان، يعني لا يمكن الاعتماد عليهم. يخذلون بعضهم، يقاتلون بعضهم، يحاربون بعضهم. أمس رأيت أنت عقدت قمة عربية يعني، وليست قمة مع تغيب عنها ثمانية من الزعماء، مقاطعة رسمية. إذا سألتني يعني عن مساهمات العرب، يعني يقولون أن العرب ساهموا إلى حد ما في الحضارة واشتغلوا وأبدعوا. هم أبدعوا وساهموا فقط في اختراع الصفر، والحمد لله ظلوا في مرحلة الصفر، ولم يتحرروا من مرحلة الصفر، ولم ينتقلوا إلى أي مرحلة، وظلوا تحت الصفر في الحقيقة، ولم يقدموا للحضارة البشرية على الإطلاق أي مساهمات تذكر. يعني أقول لك يعني بكل، وأنا مسرور وأفتخر بذلك، بأنهم مثلا صنعوا كما قلت أنت أكبر صحن هذا مكبوس، أو أكبر صحن حمص، أكبر صحن تبولة، وادعوا وصار سجال بينهم وبين إسرائيل حول أحقية وتابعية صناعة الحمص. هذه هي اهتماماتهم، يعني المشبك بالعوامة بالمكبوس بالبابا غنوج، هذا ما يفلحون به. طيب. يعني بغزل البنات بالشنجليش. طيب. بالكبيبات بسلق، ما بعرف اذا بتعرف. طيب. الكبيبات بسلق. وصلت الفكره. المساله الاخرى كلامه عن القطط وكلامه عن ان العرب متخلفون وانهم كذا، هذا كلام سوقي، وليسمح لي العباره، كلام سوقي، كلام لا يشير الى دقه معرفيه، لا يعبر عن عقل متوازن. اولا تحدث عن الصفر، وهذه كلمه اسطوانه مشروخه يعيدها الكثيرون. العرب تجاوزوا الصفر، والصفر ايضا له دوره في ولد السالم. يا ولد السالم لا تتعرض بشكل شخصي يعني. طيب تفضل في موضوع الحلقه رجاء، بس بدون مقاطعه، بدون مقاطعه، تفضل. مساهمه العقل، اتمنى تحترم نفسك يعني. نحن التوازن العقلي بنعرف مين المتوازن. بس بدون مقاطعه سيد دنعيسه، تفضل. من طريقه كلامك تفضل تبين من هو المتوازن عقليا ومن هو غير متوازن عقليا. انت جالس في انقره ولا تتكلم من سوريا، ولو كنت لك الشجاعه ان تتكلم من سوريا بسب العرب لفعلت، ولكنك تتكلم من أنقرة، لا تستطيع تتكلم بين بني جلدتك عن العرب. مش هذا موضوعنا. ماذا أفعل لك إذا كنت مقيم خارج سوريا؟ الله أعلم.